مرحبا جميعا، انا احمد سامر الحاج احمد، بدرس هندسه طاقه سنه ثالثه. انا ضحى تميمي، بدرس انفورميشن ساينسز سنه ثانيه. واليوم راح نورجيكم مرافق الجامعه ونتحدث شوي عنهم. زي ما شايفين اول مرافق الجامعه اللي هو السوفت اريا، هاي المنطقه بيقدروا يجوا الطلاب يدرسوا فيها، يتحدثوا فيها، ياخذوا بريكات تبعونهم، وهي بشكل رئيسي ذا مين اريا بالجامعه. وخلينا نورجيكم باقي الجامعه. هذا السكوير اتس لايك ان اوت دور بريك داون اريا للطلاب، بيقدروا يقعدوا يدرسوا ويقضوا وقتهم برا. وهلا راح نكمل التور تبعتنا بمرافق الجامعه. في هون اكثر من لاب لطلاب الاي تي بيستفيدوا كثير منهم، وراح نزور منهم الواي فاي لاب. الواي فاي لاب متوفر لطلاب الاي تي، وبيقدروا يجوا هون باوقاتهم يطبقوا اللي اخذوهم بالمحاضرات ثيوريتيكلي براكتيكلي من خلال الاجهزه الكمبيوتر المتوفره هون. هاي هي مكتبة الجامعة، فيها كتب لكل التخصصات الموجودة بالجامعة. الطلاب بيقدروا يجوا يستعيروا كتب للكورسات اللي بياخدوها، وهي مكان كتير هادي بيقدروا يجوا يدرسوا هون. وهلأ بدنا نطلع نشوف الطابق الأول. المبنى الرئيسي فيه طابقين، فيهم مكاتب العمدة وعمادة شؤون الطلبة. وصلنا بالطابق الأول، هون موجودين اللي هم الكلاسز تبعون المحاضرات واللابات ومكاتب المهندسين. وهون عندنا واحد من الكمبيوتر لابز، الطلاب ياخذوا فيها اللابز اللي بيستخدموا فيها الكمبيوترز. وهلا رح ننتقل لوحده من الكلاس رومز اللي بياخذوا فيها الطلاب محاضراتهم. وفي بالطابق الثاني كمان لابز وكلاس رومز، وفيها مكتب اعتماد بيرسون. وهلا رح نرجع للطابق الارضي. وهلا رح نورجيكم الستيم لاب، تفضلوا معنا. هذا الستيم لاب هو لاب لطلاب الهندسه، بياخذوا فيه مواد ستيم وبيطبقوا التجارب اللي بياخذوها بالمحاضرات. وهلا راح نكمل جولتنا على المشاغل الهندسيه. مبنى المشاغل الهندسية هو المبنى المقابل للجامعة، وهو مبنى كبير فيه ماشينز هندسية وفيه كمان لابات لطلاب الهندسة. هون المشاغل الهندسية، هون متوفرة اللي هي المكانات الهندسية، بقدروا الطلاب يحطوا فيها الأدفانس وركشوب والوركشوب. وفي عنا على الطابق الثاني اللي هم الكرات الجامعة اللي بقدروا يحطوا فيهم أغراضهم الطلبة لهذا الصف. هيك بنكون خلصنا جولتنا لمرافق الجامعة، ونتمنى تكون عجبتكم. أتمنى أنكم تتخذوا إجراءات السلامة العامة، تلبسوا الماسكات تبعونكم والسوشيال ديستانسينج.